دكتورة أمنية، أنت مقيمة في مدينة الطب وأيضا معيدة في كلية الطب جامعة بغداد. مع العلم أنه أنت ما شاء الله بعمر صغير، وأنا قلت لك بالكواليس أنه أنتم الأطباء رب العالمين خليكم فرميزة. دكتورة، اليوم إحنا أنا تحدثت في بداية كلامي أنه واقع الطب بالعراق ما نقدر نقول إلى الأسوأ، لكن إحنا ما نحكي على الكليات الحكومية ولا بعض الكليات الأهلية الرصينة، نحكي عن بعض الأطباء اللي يتخرج من كلية ما تعرفين أصلها وين، إيش دا إيش مدرسين طلبتها، فبالتالي راح يتخرج يقول لك أنا الدكتور الفلاني. حدثيني أكثر، ما أنت عندك إكسبيرينس أكثر بهذا المجال. شكرا جزيلا طبعا على استضافتنا اليوم. طبعا هو دائما يقول إنه إحنا لازم نبدي من البداية الأساسية، واللي هو شلون دخل هذا الشخص لكلية الطب بالأساس. إحنا للأسف بالعراق يعني العامل الأساسي اللي نقبل به الشخص إنه هذا فت إنه يدخل لكلية الطب هو المعدل واللي درجة السادس، واللي هي اكيد كنا متفقين مو كافيه انه هي تحدد هل هذا الشخص راح يتحمل حياه الطب، راح يتحمل ضغط الطب، راح يتحمل يخلي المريض حتى فوق سلامته وصحته النفسيه في بعض الاحيان، يعني لان هاي اشياء كلها فوق اللي ممكن يتحمل الانسان الطبيعي. نعم. صحيح احنا نقول الطب هو مهنه انسانيه ومهنه انت تتعامل ويا ارواح بشر، بس في بعض الاحيان انت تحتاج تتحمل حتى على نفسك في سبيل ارواح البشر اللي هي جوا ايديك. فانت اذا تعتمدين فقط على المعدل ما اتوقع يعني هاي الاشياء راح تقدر تنعكس بس من درجه اللي هي من رقمين وكم بوينتات بالسادس وكم ماده بالاخير ما راح تستفادين كلش من عندها بدراسه الطب. فالنقطه الاساسيه احنا عمليه الاختيار مالتنا بها نوع من الخلل. يعني في بلاد ثانيه مثلا سنه 2012 ببريطانيا يسوون لهم انترفيوات اللي هي مقابله مثل ما هسه احنا قاعدين. نعم. يقابل هذا الشخص ويعرف الشخصيه مالته شلون، هل هاي الشخصيه تقدر تتحمل الضغط، تقدر تتحمل خفاره توصل 30 ساعه، يقدر يتحمل يشوف 7 مرضى قدامه يموتون بالطابق مالته، يقدر يتحمل انه هو ادويه مثلا ممكن ما موجوده او ما يقدر يوفرها، او استخدم كل العلاجات ويا هذا المريض ومفاد، والكثير من القصص يعني التراجيديه اللي تصير بحياه الطب. ممكن يتحمل انه هو يشتغل ويا فريق ويا تيم، يعني اكو ناس مثلا شخصياتهم تحب انه هو يشتغل وحده، وهو التفكير مالته انه هو انسان انتروفيرت ويحب انه يبدع وحده، لكن حياه الاطباء هي كلها فرق طبيه وكلها تيم. فالكثير طبعا من الاشياء اللي انت المفروض تدورين عليها بهذا الشخص اللي انت راح تحتضنه الكليه مالتك. بالاضافه الى انه مثل ما قلت بهذه السنه اللي هي كانت سنه مميزه صارت فيها طفره بالتعليم الطبي، سووا لهم فشي مثل الاختبار اللي هو نسميه جادجمنت ستيتمنت تيست، يعني يريدون يعرفون تفكيرك والحكم مالتك شلونه، هل انت تقدرين تحكمين على بعض الحالات وحدك، هل عندك القدره الكافيه انه تتعاملين ويا البقيه، تتعاملين ويا الحالات الجراحيه والطبيه المعقده اللي ممكن توصل واللي انت راح تواجهها بحياتك كطبيبه. فهاي بالاساس احنا مفتقديها يعني بالتعليم مالتنا. احنا مثل ما قلت لك نعتمد بس على المعدل. دخل هسه هذا الطالب وراح للكليه المعينه وتفر، سواء كانت كليه حكوميه او كليه اهليه،